السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي أخواتي في حلقة جديدة من برنامج من سيربح المليون. ضيفنا لهذه الحلقة وكما جرت العادة هو الدكتور الحاج محمد فايد، ولكن قبل أن ندخل مباشرة في الأسئلة لا بأس أن نذكر الإخوة والأخوات المشاهدين من هو محمد فايد. فالدكتور محمد فايد هو شخصية عالمية مشهورة، إذ أنه دخل مؤخرا إلى ويكيبيديا بعد عناء وجهد مرير. فهو أخصائي في الطب والبيطرة والصيدلة والأعشاب والرياضة والسياسة وعلم المستقبليات وعلم الجراثيم وفي المثلية إلى آخره من العلوم الكونية، إضافة إلى أنه خبير في الحلال والحرام. إذن نحن مع فضيلة المفتي العام للمملكة المغربية الشيخ الدكتور الحاج محمد فايد. دكتور مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم جميعا. فنذكر بقواعد اللعبة، عندك أربع اختيارات، إما الاستعانة بالجمهور أو الاتصال بصديق أو حذف إجابتين أو الانسحاب، وستكون هناك حالة استثنائية لأنك الدكتور فايد وما أدراك بالدكتور فايد. فسنبدأ معك من مليون دولار وننزل، يعني إذا أجبت على الأجوبة ستبقى لك المليون دولار أو أكثر، وإذا لم تجب سوف ننزل بك إلى 500,000 و250,000 إلى 100 دولار، وهذا يكفيك إن شاء الله لأنك في الحلقات الماضية لم تجيب على أي سؤال. فالسؤال الأول يقول، ونبدأ على بركة الله، العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، التوبة، المغفرة، أم أنه لا يوجد حديث حول فضل الحج؟ يعني الحج عندما تحج الحج مبرور ترجع كما ولدتك أمك في حديث آخر، والجواب هو الحج. أن الحج يعني حج مبرورا تعود كما ولدتك أمك، يعني هذا تشجيع على أن يقترف الناس الذنوب ثم يذهبون إلى الحج، يغرق هذه الذنوب يذهب إلى الحج ويقول لقد مسحت جميع الذنوب. ما هذه الضمانة الباطلة؟ يضمنون للناس أن الذنوب غفرت، شيء لا ينتبه لها الناس. يا عباد الله، إن الدين بالعقل يا عباد الله. إذن الجواب الصحيح هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والحديث رواه الشيخان، فالحديث في البخاري ومسلم. للأسف الجواب خطأ، وهذا تنزل معنا إلى 500,000 دولار. الجواب التالي يقول: من هو الصحابي الذي عرف بعتق العبيد في بداية الإسلام، يعني في صدر الإسلام، وعلى رأسهم بلال بن رباح رضي الله عنهما جميعا؟ هل هو عمر بن الخطاب، أم علي بن أبي طالب، أم سعد بن عبادة، أم أبو بكر الصديق؟ والجواب عند الدكتور محمد فايد هو للقرارات الإنسانية الكبرى اللي كان حاكم المسلمين آنذاك، كان بجرد قلم ينهي الرق ما قدرش، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا عمر بن عبد العزيز ولا مروان بن الحكم ولا المتوكل ولا المامون ولا التوحد ما قدر، ولا عبد الحميد الثاني الدولة العثمانية. وعلاش في نظركم ما قدروش ينهيوا الرق؟ ربما يكون باغي هو الجواري وباغي العبيد يخدموا، لا ندري. بل الجواب هو أبو بكر الصديق، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. السؤال التالي يقول: ما هو مذهب القاضي الأندلسي ابن رشد الجد؟ فعندنا ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد، هل هو حنفي أم مالكي أم حنبلي أم ظاهري؟ والجواب عند فضيلة الدكتور هو يجب ان ننظر الى ابن رشد المالكي. شكون اللي قال لك ابن رشد المالكي؟ وقتاش كان مالكي هذا؟ لا واحد كتب علينا ان ابن رشد كان مالكي، حيت جده كان في المسجد وعطي دروس، وابوه كان مالكي وكان مالكي اشعري وربطوها وقادوها. اذا للاسف الجواب خطا، فابو ابن رشد الجد، هناك ابن رشد الجد وهناك ابن رشد الحفيد. فابن رشد الجد كان مالكي المذهب، وكان قاضي قرطبه، وهو الفيلسوف، وهو جد الفيلسوف ابن رشد. هذه يعني اللي كتخربط بهم وتخلط بينهما، ولك قدوة في الحفيد الفيلسوف. السؤال التالي يقول، غادي ننزلوا 125,000 دولار. ولد ابن تيمية رحمه الله ونشأ في حران، ثم هاجر إلى دمشق، يعني من بعد ذلك حروب التتار إلى غير ذلك.
فهناك بلد آخر أقام فيه ابن تيمية. أي من البلدان التالية أقام فيها بعد ذلك ورجع بعد ذلك إلى دمشق؟ هل أقام كذلك في الأندلس أم في مصر أم في المغرب أم في نيجيريا؟ والجواب هو ابن تيمية قال لي ما عندنا ما نديرو بالرياضيات. كل ما عندنا ما نديرو بالرياضيات كان تيتحب غادي يبقى يصول يجول فوق الفرس وحاكم الأندلس حتى رجعوه للكوفة. قال رجع للكوفة من جيتي المسلمين من الأندلس رجعوا للكوفة. لا تراجع، لن تتراجع. جواب أخير. المفكر لا يتراجع عن فكره. إذا نرى الجواب هو ولد الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية يوم 10 ربيع الأول 661 هجرية في مدينة حرار الواقعة جنوب تركيا، واضطرت عائلته للنزوح منها إلى الشام هربا من هجمات التتار الزاحفة، وأقام بعد ذلك في القاهرة والإسكندرية ثم عاد إلى دمشق وتوفي هناك أعتقد. إذن هو لم يكن في الأندلس كما زعمت، والله أعلم. فالجواب خطأ، اعتبر جواب خطأ وتنزل معنا $64,000. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم. من المقصود هنا؟ هل هو إبليس؟ أم الشيطان بصفة عامة؟ أم خنزب أو خنزب؟ أم الشيطان الأبيض؟ والجواب هو الشيطان. ما عرفش إبليس لازال حي في أخرى غادي يوتيلها في العود. ما عرفش إبليس باقي حي، هذا اللي رفض يسجد الأذان واش باقي حي ولا مات؟ باقي غير الذرية ديالو. ما عرفش، ما سولتوش عليه. سولوا الشيوخ واش إبليس اللي رفض يسجد لسيدنا آدم واش باقي حي؟ سولوهم واش ما عرفش واش حضروا ليه الموت ديالو. إذن المقصود هنا هو إبليس، فإبليس يعني قوله فأنذرني متعلق بما تقدم والتقدير، إذ جعلتني رجيما ملعونا إلى يوم الدين فأنذرني، فطلب من الله عز وجل الإبقاء عليه حتى يوم القيامة، فهو ما زال عايش وهو سبب الحالة التي وصلت إليها، والله المستعان. نسأل الله لك الشفاء العاجل. السؤال التالي يقول يحث الله عز وجل ويدعو في كتابه الكريم عباده إلى المسارعة والسباق إلى الجنة أم إلى العلوم الكونية أم إلى الكواكب أم إلى التطاول في البنيان؟ والجواب عند فضيلة الشيخ هو الله سبحانه وتعالى. العالم كله يتسابق نحو الكواكب، أمتنا تتسابق نحو الآخرة، تريد الجنة، تريد الحور العين. جواب أخير. ليس هناك خطر، ليس هناك زلة لسان، لازلت أؤكد ما أقول وأنا مستأفي أدافع عنه، أي طرف بغيني أنا موجود. إذن نرى الجواب هو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وماذا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أسأل الله أن نكون منهم. وهذا في سورة آل عمران. في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسوله، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. للأسف الجواب خطأ وتتنزل معنا إلى 16,000. سؤال سهل، يلا لكي نتدارك الموقف وتكسب بعض الدولارات كما جرت العادة من اليوتيوب، لكن ستكسبها الآن معنا إن شاء الله. فالسؤال سهل جدا، ما هو ترتيب سورة المائدة في القرآن الكريم؟ هل هو الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة؟ والجواب هو سورة المائدة في المصحف هي السورة الرابعة، يعني البقرة، آل عمران، النساء، المائدة. للأسف هذه مفاجأة، لكن اعتدنا منك هذه الأجوبة، والجواب خطأ كما جرت العادة، بل هي السورة الخامسة بعد الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء. السؤال التالي يقول أنزلت معنا $8,000. السؤال التالي يقول ترجم لي كلمة modification ولا modification، modification، modification أو modification بكل اللغات إلى اللغة العربية استنادا إلى كل معاجم اللغة. فهل هو modification هو التغيير أم التعديل أم التزوير أم لا يوجد لحد الآن ترجمة عربية؟ والجواب هو أقول التخريب الولاية، لا أقول تخريب الولاية دائما،
وليس حتى التغيير الولادي. كل اللغات تتكلم عن تغيير ولادي. بالانجليزية جيني تقولي modification تغيير، يعني لي زورغانيزم جينيتيكمون موديفي. بالفرنسية موديفي، بالاسبانية موديفيكادو يعني تغيير. كل اللغات تتكلم عن تغيير ولادي الا العرب، تعديل الولادي. ثم تجي المذيعة في التلفزيون المواد المعدلة ولادية. للأسف يا دكتور، يعني ربما هذا في معجم فايد، لكن في المعاجم الأخرى كلمة موديفيكيشن أو موديفيكاسيون أو موديفيكاسيون حسب جوجل وحسب كذلك كامبريدج وحسب أكسفورد وحسب كل المعاجم تعني التعديل. هناك فرق بين التعديل وبين التغيير، وليس التغيير كما ذكرتم. السؤال التالي يقول: كثرت وسائل التجسس في العصر الحديث، فما هي أهم وسائل للتجسس التي يجب الحذر منها؟ هل هي الميكروفونات أم الدرونات أم الكاميرات أم يجب الحذر من المعطاوي؟ والجواب هو: وإلا دخل عندكم شي واحد للمنزل حضيوا معاه، كل عندكم منزلك وناكل عندكم سجلك. إذا نتأسف للدكتور على هذه الحالة التي وصلت لها، وهذا يعني نأسف، يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله لك. والجواب الصحيح عند الدكتور فايد، لأن كل هذه الوسائل أصبحت تستعمل لأغراض سيئة، فكلها وسائل من وسائل التجسس. وبما أنك ذكرت واحدة منها فلا بأس أن أعتبر الجواب صحيح، وكتطلع معنا 16,000 دولار. السؤال التالي يقول: بعض الدكاترة العشابة يقومون ببعض الحركات الغريبة، سبحان الله، نتيجة الاستهلاك المفرط للأعشاب مثل جوزة الطيب والقنب الهندي وبعض التخليطات، فكيف يتواصلون مع متابعيهم في اليوتيوب في حال الاستهلاك المفرط لهذه الأعشاب؟ هل بالصراخ أم بالإشارات أم بالحركات أم بالصفير؟ والجواب هو: إذن نعتبر الجواب صحيح، لأنك أجبت بالإشارات، فهذا كذلك جواب، وتصل معنا إلى 32,000 دولار، وفي هذا القدر كفاية. وغادي نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة، إما أن تصل إلى المليون وإما أن تنزل إلى 100 دولار. وجزاكم الله خيرا وشكرا على المشاهدة، ولا تنسونا من خالص الدعاء، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راه محمد فايد هذا.